إذا كي كتشوفوا معنا متتبعينا الكرام، كنتواجدوا في المكان اللي وقعت فيه الجريمة ديال 6 أفراد من نفس العائلة. لحد الساعة مازال ما عرفوش مرتكب الجريمة. كتشوفوا الجيران ديالهم والأحباب ديالهم في واحد الحالة اللي كيعلم بها غير الله. لا 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 اسمح لي عافاك، شحال عندها من عمات السيده اللي سكت لها؟ بنت ولد عمي. انا عازف بنت ولد عمك. شحال في عمرها تقريبا؟ شحال عندها ديال الوليدات؟ شهر تا وقت له، يعني شحال ديال القصه؟ شحال واحد تقتل في هاد الام والاب وولد بنتهم صغار؟ يدير 5 ديال الناس هما، هي ماشي 6. يعني ما عرفتش شنو سبب. سي سمح لي، اش كيجيكم من العائله هاد الناس؟ بنت عمك كيفاش تقبلت هاد الواقعه هادي؟ نعم. شحال في عمر البنت تقريبا؟ باقا صغيره. واش وليداتها كاملين هادو ولا شحال عندها من وليد؟ عندها وليد صغار والاخرين ما عندهاش، يعني هما من نفس العائله هادو اللي تقتلوا كاملين، ماشي من نفس العائله. هذه مرت ولدهم، يعني عائله ساكنين مع بعضياتهم في نفس الدار. يعني تقتلت العجوزه والشيخ
عائشة. إن لله وإنا إليه راجعون. حسبي الله. شنو واقع شنو واقع؟ شوفوا السيد دابا خوتي ميت السادة ديال الضحايا واش ما كتشوفوا عاوتاني هادشي عاد دابا هادشي عاد دابا شنو جابوا الجنوية اللي كضربوا بنادم ضربوا الراس وضربوا هنايا ودنا دابا راه طالع دابا بنادم هارب وما غيبقاوش نشوفوا شنو غيكون اخويا هادشي اخوتي كامل راه من المية وهادشي من ديال الدواء وراه هادشي كامل من الدواء خويا جاوا لعبوا في الحجر هادشي لا 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 ديروا بنادم مع هادشي حال شحال من الشباب في الكيدير واش علاش اسلام دينا الشيخ خويا هذا القايش اسلام قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين يوتيوب أو فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد أو زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.